حديث عن سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أن يوم من الأيام عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إلهي أحب أن أرى الدنيا على واقعها، فتمثلت له الدنيا بعجوزة شمطاء ليس لها أسنان، لها شعر منفوش أبيض كالقطن المندوف، تخرج من فمها رائحة الجيفة. يا عيسى غمض عينك وافتح، غمض فتح، شاف عجوزة شمطاء. من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. أنت الدنيا؟ عجيب، أنت الدنيا. إيه؟ قال: يا دنيا أو هل يحبك؟ قالت: يا عيسى ما تدري، الناس واقفين بالدور يخطبوني بالدور. قال: وهل وفيت بأحد منهم؟ قالت: لا، بل قتلتهم ليلة الزفاف. هذا الذي الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكيس الأكيسين من أكثر ذكر هادم اللذات. قيل: يا رسول الله، وما هو هادم اللذات؟ قال: الموت. الموت يهدم اللذات في عين لذته، قاعد ليستعرض الجيوش، وإذا سكت قلبي أنت. سليمان على نبينا وآله وعليه السلام الذي سلطه الله على الجن والإنس، جيوش من الجن، شايفين ملك يوقف كشافة جن، كشافة البشر هواي شايفين، لا، جن، استعراض عسكري، جيوش سليمان تمشي أمامه، واقف متكئ على عوسجة، على عصاية هالشكل، متكئ منسأة، القرآن يقول واقف من فوق القصر متكئ دا يشوف اجاملك الموت. وسليمان امر قال: احد لا يدخل علي اليوم، يوم راحتي، قافلين الباب. شاف اجا واحد، طبعا ملك الموت عليه السلام ياتي للمؤمن باحلى صوره، هذا في بحث الان مو مورد كلامي، لا تخافون من ملك الموت، ملك الموت ياتيكم باحلى وجه رايتموه بالعالم انتم المؤمنين. هذاك اللي يقول لك عزرائيل عليه السلام ياتي للكافر، ياتي بصوره مخيفه. جاءه ملك الموت، سليمان التفت شاف شاب لابس أبيض، قال له: ما الذي أذن لك أن تدخل؟ قال: رب البيت. سليمان نبي يعرف، عرفه هذا ملك الموت بدون إذن داخل، ما يستأذن على واحد. قال له: جئتني قابضا أم زائرا؟ قال: جئتك قابضا، جاي أقبض روحك. وين حزة الحزة هالجيوش تصير أمامه. قال ملك الموت: إذن لي أن أنزل من القصر. قال له: لا، أنت وهالشكل واقف. قال له: إذن لي أن أجلس. قال: لا، أنت واقف. قال: إذن لي أن أغمض عيني. قال: لا، عيونك مفتوحة. قبض روحه. سليمان صار عين هالشكل مفتوح وبيد العصاية واقف، والجيش ده يمشون ماخذين التحية يشوفوا هالشكل، هو واقف عيونه مفتوحة، والجيش ده يمشون كشافة، طق طق طق، ما يدرون هذا ميت واقف. مشت الجيوش، الله سبحانه وتعالى بعث دابة، دابة الأرض، الأرضة، شايفين الأرضة؟ الأرضة طولها وعرضها بقد الذبابة، أصغر من النحلة. جاءت الأرضة، دابة الأرض، تأكل من سأته، شوية أكلت من هاي العودة، العودة صارت نخرة، انكسرت العودة، طاح سليمان صنم، صار جثة يابسة. فلما خر، لما طاح، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن هذول اللي يقولون الجن عند علم، أفتح لك كتاب أقول لك الجن ايش يقول، وحق سليمان بن داود كذابين. يا مسلمين، ما عندنا بالعالم واحد يتكلم بالغيب إلا من اتصل بالله. نعم، الأنبياء يعرفون الغيب، أولياء الله يعرفون الغيب، ولكن